يبدو أن الجدل ما زال مستمراً على المستويين الرسمي والشعبي بشأن مشاركة قوات الحشد الشعبي والبيشمركة في تحرير الموصل، حتى بعد حضور الوفد الكردي برئاسة مسعود بارزاني إلى بغداد أمس وإعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي مشاركة جميع المقاتلين من جيش وشرطة وبيشمركة وحشد شعبي وعشائري في تحرير المدينة. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شنو رأيك؟ ويسرني أن أرحب بضيفي الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات للتعليق على حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ واثق. أهلا وسهلا معنا. طبعا مشاهدين الكرام للمشاركة يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف الظاهرة والتي ستظهر أسفل الشاشة، ويمكنكم متابعتنا من خلال موقع الحرة عراق وأيضا كافة التطبيقات على الفيسبوك وتويتر، وأيضا يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقع ارفعصوتك.com على الانترنت. قبل أن نبدأ الحوار في حلقتنا لهذا اليوم ونتلقى اتصالاتكم، كاميرا الحرة رصدت آراءكم، دعونا نتابع هذه الآراء ثم نعود إليكم. والله بنظري هاي شغلات سياسية بيناتهم السياسيين، ولا الشعب كله متفق على تحرير المدينة من كل الأطياف، إن كان مشاركة الحشد أو مشاركة الجيش أو كان ما يكون، المهم ترجع أرضنا، ترجع الموصل لأهلها، هذا المهم. احنا والله انا عارض الامر هذا كرأي شخصي، لان اعتقد البيشمركة لهم اطماع يعني بالاراضي بالموصل، وعندهم اهداف لتكوين دولة كردستان، فعندهم اطماع بسهل نينوى وكثير من المناطق المتنازع عليها مثل زمار، ربيعة، سنجار، مخمور. الحشد الشعبي مضاف الى الحكومة والى وزارة الدفاع، فإذا مشاركته في تخليص أهالي الموصل من احتلال داعش فكرأيي الشخصي أنه لابد منه وتحرير وتخليص أهالي الموصل من دنس داعش. من خون بيشمركة لم كردستان حاليا لبغا من هذا المبغاة مع ملايكم هبو الحمد لله تواشم كردو تزمعات بستار مليك ألم كردقان أروب شاركان لك هنا لموصلة وتم بالي اتر سربرزين دائما ما بشمركه كانوا هر سربر زميني. تابعنا اراكم احبتي الكرام وشكرا لكم. سوف ابدا اولا معك دكتور، هل ترى ان هناك قلق من مشاركه الحشد وقوات البيشمركه في معركه تحرير الموصل، خصوصا يعني هذه القوات اشتركت في تحرير اقضيه ونواحي سواء كانت في الموصل أو الحشد الشعبي اشترك في الأنبار مثلا في صلاح الدين وحتى في بعض أقضية الموصل؟ يعني مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام أستاذ أزمو. شكرا. يعني أنا أعتقد هذا الموضوع هو ما يقلق المواطن العراقي. لو نشوف على معركة تحرير الموصل هناك مسارين عسكري وسياسي، أنا أعتقد على المجال العسكري لا توجد مشاكل، قطاعات مدربة، تنسيق مع التحالف الدولي، الخطط العسكرية جاهزة، معنويات عالية، القيارة، الفلوجة، الخالدية، الشرقاط، ولم يبقى إلا الدخول إلى مدينة الموصل وتحريرها مع وجود انتفاضة جماهيرية وشعبية. لكن الصراع السياسي، التهديدات الموجودة، التقاطعات، يعني مشهدنا غريب على كل العالم. أنت من مشهدك الأمني تهدد تتناسخ خلافاتك في العراق، تزايد المشكلات. الموصل العراق مصغر يضم كل المكونات، وبالتالي يحق للجميع أن يشترك في عملية التحرير، وهذا ما عمل عليه رئيس الوزراء السيد العبادي. يعني لدي معلومات في هذا الاتجاه، يعني من الموصل شكله حشد شعبي 15,000 مقاتل من كل مكونات الموصل ويخضعون إلى القيادة العامة للحشد الشعبي وإلى رئيس الوزراء، فضلا أنه قطعات الحشد الشعبي اللي شاركت وقاتلت وأعطوا الدماء في كل مكان. ما عندها مصلحة لا تغيير ديموغرافي ولا أي قضية أخرى أن يحررون العراق، سيكون أدوات بيد رئيس الوزراء. البيشمركة أيضا قدموا دماء زكية وقدموا تضحيات، هم وعوائلهم، وبالتالي لهم حق المشاركة كما حق الأيزيديين والمسيحيين. لكن الصراع السياسي هو اللي يدفع بهذا الأمر، التصريحات غير المتوازنة، ما يأخذ بالدم لن يعود إلا بالدم، سنقسم الموصل 8 محافظات، هذا يقول ندعو الجيش التركي للتدخل والقيام بعمليات عسكرية. هاي الرسائل غير مطمنة. هنا تكمن المشاكل. طيب. ربما زيارة السيد برزاني يوم أمس خففت ولو أكو ضاغط دولة الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، في أنه حتى خطابه تغير يوم أمس، لكن السؤال ما هي الضمانات لتنفيذ هذه الاتفاقات اللي وقعت يوم أمس؟ طيب خلينا نسمع رأي الأخ ضمير من بابل.
اهلا وسهلا بك اخي ضمير. خلينا نسمع رايك وباختصار لو سمحت. طبعا كان عندنا اتصال من احمد لكن انقطع. اهلا وسهلا ومرحبا حبيبي. تحياتي استاذ. وسهلا عندي. تفضل اخي. اتمنى لكم الموفقيه والنجاح وللهاشمي كل الموفقيه دائما. هكذا نسمع ذات الحره. نحن عاشقي فضائيه الحره. اتمنى لكم الموفقيه والنجاح استاذ العزيز. شكرا شكرا لمشاعرك يعني. شكرا الله يحفظك. كانت الدعوه الايمانيه للمرجعيه الرشيده يا ابناء الشعب العراقي هي قد لجمت بل وحدت المخطط العدواني على العراق وهبت كل الجماهير العراقيه. هبت رجل واحد ودمرت العدوان والارهاب. اذ كانت هذه جماهير الحج الشعبي والمقدس هي لا تبقي يا سيد العزيز شيء، انما نصرت العراق واندفعت ودافعت بقوه وايمانيه عن ابناء الفجوجه والرمادي ودرف الصخر. هي لا تبغي مكسب مالي وانما دفاعا عن اخوتنا في المنطقه الغربيه. اخوه لنا رغم الدم الذي قد يعني قد دافع عنه ودفعه الحج الشعبي الى ان البعض يسمي الحج الشعبي بميليشيات يسمي بالميليشيات. اما الاخوه الكرد في الدش مورغان رغم انهم عراقيون الى انهم يبغون ضم الاراضي التي استحوذوا عليها من داعش الى الاقليم حتى ان السيد مسعود برزاني قد اسمى مع الاسف الشديد ان هذه المناطق انها ستؤسم بالدم. فالحج الشعبي قاتل ونجح في القتال من اجل العراق لا يبقي شيء. اما الاخوه الدش مورغان في الاول كود فلم يكن هدفهم سامي بل هو يعني طيب. ما يبغون عليه اخي ضمير اخي ضمير من محافظه بابل ضمير نعم. عباس انا اشكرك واعتذر منك لضيق الوقت اذا كنت تسمعني عيني. شكرا لك. سليمان من بغداد اهلا وسهلا بك اخي سليمان. تفضل خلينا نسمع رايك باختصار لو سمحت. الكريم انا اتمنى ان يكون قياده معركه الموصل 100% للبيشمركه لانها تحت القوات الامنيه العراقيه لان يقلل علينا العبء لان لا عندنا وزير دافع ولا داخليه وخاصه انه يكون القسم اربيل ليس سليمان يشكر بانها كانت مواليه لحكومه دوله القانون ويعتبر حزب الديمقراطي هو مركز التقاء بين المصالح التركيه والاردنيه والسعوديه التي لا تريد ان تكون اربيل او دياله ضمن حكومه. يبدو ان الاتصال قطع بالاخ سليمان لكن للاسف الحقيقه الاتصال لم يكن واضحا يعني بشكل جيد. ارجع لك دكتور برايك هل الجيش العراقي والشرطه يعني قادران على انجاز المهمه من دون الحاجه للحشد والبيشمركه في الموصل؟ نعم يعني انا اتكلم لك وفق معلومات امتلكها. نعم مستوى التدريب العالي تلقت القوات العراقيه من جهاز مكافحه الارهاب الجيش العراقي الشرطه وحتى البيشمركه عالية المستوى فضلا عن الخبرة اللي اكتسبها الحج الشعبي. هناك أكثر من خطة قد وضعت وساعة الصفر أيضا سيحددها القائد العام للقوات المسلحة. بالتالي طبيعة المعركة يعني هناك أكثر من سيناريو في الموصل. ربما سنشهد انسحاب لداعش في ظل الثورة الجماهيرية الموجودة والقصف الجوي وتدخل القطعات بدون الحاجة إلى القطعات الأخرى اللي موجودة. وربما نشهد معركة سيتخذ تنظيم داعش الإرهابي من 1.5 مليون مواطن في مدينة الموصل كدروع بشرية. بالتالي الحكومة العراقية تحتاج كل ما موجود كل الخيارات متاحة أمام القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة اللي درست هذا الأمر وضعت خطط متعددة وصفحات للمعركة. هذا الأمر يتحدد مع طبيعة المعركة لكن أنا أحكي على مستوى السوق العسكري والتدريبات كل شيء مستعد وتدريب عالي وتنسيق عالي مع التحالف الدولي. نعم طيب خلينا نسمع صباح الإبراهيمي من النجف. أخي صباح تفضل أنت على الهواء خلينا نسمع رأيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أهلا وسهلا. عليكم السلام. سيد المر بالنسبة لموضوع حلقة اليوم تفضل عيني. إذا كانت البيشمركة هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة واللي هذا لحد الآن ما حصل فلا بأس من مشاركة البيشمركة والحشد الشعبي في تحرير الموصل. ولكن اللي نشوفه بالنسبة إلى البيشمركة ومسعود برزاني هم عندهم سياسة قضم الأرض يعني الأرض اللي حرروها يستولون عليها البيشمركة ومنها المناطق اللي يسموها المناطق المتنازع عليها. فهذه كارثة وهذا ليس بتحرير
وتحرير الموصل إذا ما لم تكن في هناك أطماع إقليمية وأطماع من الكرد، أساس الكرد أقصد، فلا بأس. أما على هالوضع الحالي البيشمركة يحرر المناطق ويضعون اليد عليها، فهذا ليس بتحرير وإنما كارثة على العراق. وشكرا. طيب أنا أشكرك جدا جدا أخي صباح. أرجع لك دكتور على تعليق الأخ صباح، يقول إذا كانت البيشمركة تحت أمرة القائد العام فلا بأس، وإذا لا تكون يعني ودي أنا أعلق. نعم تفضل. يعني أولا أنا مع الأستاذ صباح وهاي مخاوف كل العراق. نعم. ويمكن أكو ليش أنا قلت في بداية البرنامج اتفاق يوم أمس ما هو الضامن لتطبيق هذا الاتفاق؟ يعني نعم. كان اتفاق بين بغداد والإقليم. نعم. وبحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي. نعم. كان اتفاق على أن تدفع الولايات المتحدة رواتب البيشمركة مقابل أن تخضع البيشمركة إلى أمرة القائد العام للقوات المسلحة. بعد أسبوع نقض هذا الأمر بتصريحات من السيد مسعود ومن البيشمركة. أمس السيد مسعود أشاد بالحشد لأول مرة، أشاد بالبيشمركة والجيش العراقي وقال هذه الأمور بهذا الاتجاه. ما هو الضامن؟ يعني اليوم إحنا نخاف من قضية الموصل ستكون بها خيارين. أما أداة لتقسيم العراق لا سامح الله بعد تحريرها، أو ستكون أداة لوحدة العراق، عراق نموذج جديد يعود من جديد لاعب قوي مقتدر في المنطقة. طيب خلينا نسمع أيضا توفيق الدنبوس من واشنطن. أهلا وسهلا بك أخي توفيق، تفضل أنت على الهواء. أهلا السلام عليكم أخونا بلا زحمة. هذا الموضوع عليكم السلام يا مرحبا. والبشمركة يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول لازم رئيس الوزراء وكل الأطراف بمن فيهم مسؤول السيد مسعود برزاني ومسؤولين الاتحاد الوطني ومسؤولين الحشد الشعبي يكون تعهد أمام الشعب بأنه بعد تحرير الموصل ينسحبون ويسلمون الموصل إلى أهله. هذا أولا. والموضوع الثاني، الموضوع الثاني يجب أن نعرف لماذا سقطت الموصل حتى لا يتكرر المشهد مرة ثانية. نعم. ليش سقطت الموصل وما يسلم الموصل وما هي الضمانة لما تسلم مرة ثانية إلى جهة أخرى مو داعش وإنما بمسمى آخر؟ هذا رأيي أنا بالموضوع. نعم. طيب أنا أشكرك عيني، شكرا أستاذ محمد. محمد من كركوك عندنا، عفوا توفيق، عندنا محمد من كركوك، تفضل أخي محمد. مساء الخير عليك. أنت على الهواء عيني، تفضل خلينا نسمع رأيك. شكرا، مساء النور عيني، اهلا وسهلا، الله يحفظك، تفضل عيني محمد. طبعا بالتاكيد مساله مشاركه قوات الحشد الشعبي والبيشمركة في معارك تحرير الموصل من عدمها، طبعا هذا القرار يعود الى القائد العام للقوات المسلحه والعمليات المشتركه الموجوده في بغداد. انا اعتقد انه المعارك التي ستبدا في محافظه فئه الموصل، اعتقد انه قياده العمليات المشتركه هي من ستتولى قياده العمليات، وهناك مركز تنسيق مشترك في اربيل ما بين حكومه الاقليم وحكومه بغداد يلزم على الجهتين الحشد الشعبي والبيشمركة بضوابط واتفاقات عسكريه وتحديد القواطع وكل الامور العسكريه من اشتراك القطاعات من عدمها. اعتقد ان البيشمركة ستخضع لقوانين واتفاقات جرت في بغداد وفي اربيل بين حكومه بغداد وحكومه الاقليم. اي منطقه ستدخلها اعتقد يعني باعتقاد الحشد البيشمركة لن تدخل الى مركز مدينه الموصل كعمق استراتيجي، يعني مركز المدينه اعتقد ستتولى المهمه جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة العراقية وقوات الجيش العراقي. مهمة البيشمركة والحشد أعتقد يعني طيب. ستنتهي عند محافظة المدينة من كل محمد. النوافل، وأما مهمة الاقتحام ستكون محمد. جهاز مكافحة الإرهاب. أعتقد محمد أنا عفوا إذا كنت تسمعني أخي محمد. نعم. أنا أشكرك جدا وأعتذر منك الحقيقة لأنه مضطرين للذهاب إلى فاصل قصير. أحبتي الكرام فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم جديد احبتي الكرام وبضيفي في الاستوديو الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعه العراقي للدراسات. اهلا وسهلا بك دكتور معنا. دكتور طبعا وصلتنا ايضا مشاهدي الكرام وصلتنا ارائكم الحقيقه على البث المباشر. وسام الموسوي يقول بما ان الجيش العراقي لم يصل الى مرحله الاعتماد على النفس بسبب قله التجهيزات والدعم اللوجستي
له، فمن الضروري أن تسانده قوات الجيش والحشد والبيشمركة. فمعركة الفلوجة كانت مهمة، الحشد هي تطويق والجيش هو من اقتحم، وممكن إعادة الفكرة في الموصل. أديب الواسطي يقول الحشد والبيشمركة يشاركون في تحرير الموصل بعون الله، يد واحدة لطرد الدواعش من أراضينا. عبد الله الرفاعي يقول أيضا أنا أقول يجب مشاركة جميع العراقيين في الحرب ضد دواعش دون تجاوز على الممتلكات العامة من أي طرف كان. والبعض يتحدث ماذا بعد التحرير، أقول لكل حادث حديث العراق عزيز. دكتور قبل أن أرجع لك، عندنا اتصال من الموصل، سليمان الباشقاني على ما أعتقد. أهلا وسهلا بك أخي سلمان، سلمان عفوا، تفضل أخي سلمان، خلينا نسمع رأيك وآسفين تعطلنا عليك. شكرا. أهلا وسهلا عينك، تفضل. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عينك. نعم، سليمان باشقاني من الموصل قضاء سنجار. أستاذ أهلا بك عينك، تفضل أخي سلمان. بالنسبة لموضوع تحرير محافظة نينوى، نحن كأبناء محافظة نينوى نتمنى أن تكون انطلاق عمليات تحرير نينوى بأسرع وقت حتى نخلص من المعاناة اللي يعانوها أبناء نينوى في مخيمات اللاجئين، في يعني هاي الظروف المعيشية الصعبة. أما بالنسبة للحق للقوات التي سوف تحرر نينوى، أقول لمن يعارض أن مشاركة البيشمركة أن محافظة نينوى هي خطر جدا على إقليم كردستان، بما لأنه هي قريبة ومحيطة بمحافظة دهوك، محافظة أربيل، محافظة كركوك، قضاء سنجار، والكثير من أهالي محافظة نينوى هم أكراد، حتى سكن داخل محافظة نينوى، والكثيرين من أهالي محافظة نينوى هم أكراد وتابعين لقوات البيشمركة، إذا لهم الحق. أيضا الحشد الشعبي له حق، لأنه مثلا أهالي تلعفر، إخواننا في تلعفر شكلوا الحشد من بداية سيرة الحشد الشعبي، أهالي الرشيدية وغيرهم. إن شاء الله إحنا نتأمل أنه يكون ترجع الأخوة العراقية، ترجع الأخوة في الموصل من خلال تعاون جميع الأطراف، من الجيش، من الشرطة، من الحشد الشعبي، من البيشمركة، واتفاق. نحن أيضا نتمنى ذلك أخي سلمان. نعم، إحنا نتمنى ذلك، وشكرا لك كل اتصالك يعني، وآسفين يعني الحقيقة لوجود الاتصالات. أبو حسين من أربيل، تفضل أبو حسين. شكرا لك عيني سلمان وآسفين. أبو حسين من أربيل تفضل وباختصار لو سمحت. السلام عليكم أخي الكريم. يا مرحبا، عليكم السلام، اهلا وسهلا. تحياتي لك والاخ. عليكم السلام، اهلا وسهلا جميع المشاهدين. اخ ازمر اخويا، بالنسبه لي شكرا. يعني تفضل عني ابو حسين. الحشد الشعبي او الاخوان البيشمركه هم عراقيين همنا، وهاي اراضي عراقيه استولت عليها داعش بطريقه او باخرى، واحنا كنا يعني نتامل الخير بان الاخ مسعود البرزاني من زار طوال عظيم ألاب، شكل ألاب فرد سليع جليد، الشكل جليد فرد جسمه والله يعني حترت أحيانا نفسيا. أنا بس اسمح لي، أنا بالنسبة لي من منطقة سهل نينوى، أنا بعد ما يفيدني الموصل بقول لك يا بكل صراحة، واللي زايد علينا وعلى الشبك وعلى التركمان والأخوة المسيح والسهل نينوى، هذول كله مصالح يدورون مصالح. احنا مصيرنا ويا الإقليم، مصيرنا ويا الإقليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا، شكرا عيني أبو حسين، شكرا لك. دكتور أرجع لك بما قال سلمان من الموصل، قال الموصل مدينة تنوع ويجب أن نشترك جميع في تحريرها، وأيضا أبو حسين قال لا مانع يعني مشاركة الحشد والبيشمركة في عملية التحرير. يعني أول خليني أشكر قناة الحرة وأشكر برنامجكم، لأن ده يقدم استطلاع رأي للمسؤول العراقي بشكل مجاني. يعني هذا استطلاع رأي، شفنا الآراء بالأغلبية
تدعو إلى موضوع التحرير، إلى موضوع الوحدة الوطنية. يعني هو سؤال لأي واحد اليوم يعترض، شنو مصلحة المواطن الحشد الشعبي اللي بالسماوة والناصرية والبصرة يستشهد بالفلوجة ويستشهد بالموصل ويستشهد بالقيارة، كذلك البيشمركة من يجي ويقاتل ويستشهد. إذن هذا دفاع عن الوطن وحبا بالعراق. ليش السياسي العراقي يريد يجير هاي القضية إلى صراع طائفي؟ ليش يجيرها إلى صراع قومي؟ بالنسبة للإخوان الموجودين، إخوان القطاعات جاهزة، دعم دولي لم يسبق له مثيل. التحالف الدولي اليوم بالمناسبة تحركت حملة الطائرات شارل ديغول، وصلت للخليج وبدت أول طائرات الرافال تنفذ عمليات فضلا عن طائرات الأف 16 والطائرات الأخرى من التحالف الدولي. هذا إنجاز، العالم كله مع العراق. إحنا ليش نغير هذه الوجبة بصراعات سياسية لا تغني ولا تفيد؟ الوضع بالموصل إذا استمر بهذا التوافق اللي بدأ قبل أيام، الأمور ستسير بشكل ممتاز. كل الناس، الدولة إذا تحتاجهم كلهم مشاركات. نعم. ربما تطويق، ربما مسك أرض، لكن القطاعات الجيش والحشد الجيش والجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية جاهزة، وأنا أعتقد تكفي فضلا على التحالف الدولي سيسدد ضربات جوية. وبالمناسبة على برنامجكم لن تكون هناك مشاركة لأي قوات برية غير عراقية على الإطلاق. نعم. وهذا أمر واضح حتى لا تكون هناك نسف للتوافق السياسي الهش موجود في العراق. طيب خلينا نسمع أيضا أحمد من الناصرية. أحمد فضل عيني، خلينا نسمع رأيك باختصار لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام يا أهلا وسهلا. تحية لك لضيفك الكريم أخي. تفضل عيني أحمد. العفو أستاذ. كنا نتمنى أن قضية سقوط الموصل أن يطلع التقرير كامل قبل بداية تحريرها. كان هذا الأمر مطلوب من قبل مجلس النواب والحكومة العراقية، بس للأسف الشديد بعض الأطراف القوية المشاركة في الحكومة وإلى دور قوي غضت البصر عن هذه القضية، لأن سقوط الموصل مستحيل. ووصل العراق إلى مرحلة مثل ما شفتوا أربع محاضرات سقطت بين الليل والنهار، والموضوع انغلق. المسبب والسبب الرئيسي وخاصة الجيش العراقي اللي انهار خلال ساعات. هاي قضية بسيطة. ولولا الحشد الشعبي لما تحررت هذه المناطق كافة من أراضي الرمادي والأنبار إلى صلاح الدين وغيرها. فمشاركة الحشد الشعبي ضرورة قصوى لتحرير نينوى، وإلا قضية الجيش العراقي أنا أعتقد الجيش العراقي جيش عقائدي سابقا والآن ميت نوع من يعني إحنا أكو نقاط موجود عند الجيش العراقي من خلال قضية التوازن الطائفي. من خلال المهم أستاذ العزيز مشاركة الحشد الشعبي ضرورة قصوى. إذا الحشد الشعبي ما شارك أتصور راح تصير صعوبة قضية التحرير وتصير خيانة مع شكري واحترام وتقدير لكم. ولا شكرا أخي أحمد. شكرا شكرا عيني أحمد. شكرا دريد من بابل. دريد اهلا وسهلا بك. طبعا راح ارجع لك استاذ واثق بوجهه نظر احمد، وايضا توفيق من واشنطن. دريد تفضل عيني، خلينا نسمع رايك انت على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا اهلا وسهلا اخي. احنا نفضل ان تكون قوات البيشمركه والحشد الشعبي قوه سانده للجيش العراقي والشرطه العراقيه حتى لا تكون حساسيه للاهالي. ارتكاز النصر يكون داخل مدينة موصل على تعاون الأهالي. أنت إذا ما عندك تعاون أهالي من الداخل مدينة موصل لن تحقق نصر. إذا أرادوا ألف واحد يقاتلون قتال شوارع داخل مدينة موصل سيحقق دمار وخسائر بالقوى المهاجمة. إذا ألف فقط لأن حرب الشوارع ما بها تقنية لا تفيدك لا طيارة ولا دبابة. فإحنا نفضل أن تكون البيشمركة والحشد الشعبي قوة ساندة ويدخل الجيش والشرطة حتى لا تثير النعرات والنزاعات الطائفية. ومن رخصت نحن نطالب أن يحاسب من سلم الموصل. يا أخي ما يصير 30 ألف مقاتل يطوب إلى 250 داعشي يحتل ثاني محافظة بالعراق. هذا ما يصير. يجب أن إذا إحنا كنا دولة وقانون يجب أن يحاسب من سلم الموصل. إحنا كعراقيين ركبنا العار. الآن الإيراني عيرنا والأمريكي عيرنا والبريطاني عيرنا والكندي عيرنا. يقول لهم ما إحنا كان داعش وآخر وسط البغداد أو وسط البصرة. بسبب منه؟ بسبب قيادة كافحة استخدمت الطائفية واستخدمت الضباط ما عندهم. عفوا 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 دريد عفوا عفوا دريد 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 دريد
يتسلم الى الدواعش. نعم يجب اذا كان هناك قانون يجب ان يحاسب. دري انا اشكرك عيني لضيق الوقت اعتذر منك. شكرا شكرا. ارجع لك دكتور بوجهه نظر دريد واحمد بن الناصريه وتوفيق من واشنطن. توفيق قال لماذا سقطت الموصل؟ احمد بن الناصريه قال قبل التحرير اننا بحاجه الى تقرير عن اسباب سقوط الموصل، وايضا دريد اخيرا طالب بمحاسبه من سلم الموصل. اكيد يعني اولا الموضوع هذا كل جيوش العالم فيها تكون انكسارات، لكن وفق المعلومات انه كان هناك تحقيق وصل الى البرلمان قبل فتره منذ اكثر من سنه، اما سبب عدم اعلانه يمكن هذه القضيه تخص البرلمان العراقي، هناك ايضا من كان مجلس تحقيقي بحق المتهمين في موضوع سقوط الموصل، بس كان هناك مشكله بين المحكمه الاتحاديه وبين البرلمان، المحكمه الاتحاديه تقول لا نحاكم شخصيات عسكريه، الشخصيه العسكريه تحاكم وفق قانون العقوبات العسكرية في المحاكم العسكرية، وأنا أعتقد هذا يمكن خبراء القانون يسندون هذا الأمر. نعم. لكن المطلوب كشف التقرير، أكو تقرير قامت به لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان. نعم. تحقيق مفصل أسباب عدم كشفه إلى الآن، يعني ربما الإخوان عندهم حق في هذا الاتجاه. نعم. ولماذا لم يعني تعلن نتائج التقرير يقدم يعني المسؤول؟ يعني مشكلتنا في العراق التوافق السياسي، وأعتقد المشكلة مشكلة توافقية، يعني كثير من مشاكلنا من 2004 إلى الآن توافقية سلبيا أو إيجابيا، وربما هذا الأمر يعني كان هناك إعلان ووعود حتى من السيد حاكم الزاملي. نعم. أنه خلال أسبوع ستعلن النتائج، خلال شهر تعلن النتائج، ويبدو أن الأمر يعني طمطم أو لملمة القضية وانتهى الموضوع ولم يطرح أي قضية. نعم. ذاك تساؤل المواطن حق. طيب. يعني نعم. خلينا نسمع عبد الله من الموصل قبل موجز الأخبار. عبد الله تفضل وباختصار لو سمحت. عبد الله من الموصل ومقيم في السويد، تفضل عيني عبد الله انت على الهواء. يبدو ان الاتصال قد انقطع يعني بالاخ. نعم بالاخ عبد الله. على العموم نرجع الى مساله التقرير. يعني على الاقل يعني الا يفترض ان تكون هناك فعلا يعني محاسبة مساءلة أكيد. بيان الأسباب لماذا سقطت المدينة. أزمر في كل الجيوش عندما تكون هناك حالة انكسار المذنبين يقدمون المحاكم العسكرية، أثبت فرأته يطلع، ما أثبت يعاقب. نعم. إحنا يعني عندما تسقط محافظة تتلوها محافظات وكان الخطر يصل إلى بغداد، الأمر مر مرور كرام، بالتالي هذا الأمر يعني يتحمل البرلمان باعتباره. طيب. هو جهة تشريعية ورقابية. نعم. دكتور خلي نروح الآن إلى موجز بأهم الأنباء مشاهدينا، ثم نعود بعد الموجز لمتابعة الحلقة. اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي الكرام، وبضيف حلقتنا لهذا اليوم دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعه العراقي للدراسات. اهلا وسهلا بك دكتور معنا. دكتور قبل ان ارجع لك الحقيقه عندنا اتصال قبل ان اروح الى موجز الاخبار سلطان من كربلاء. اهلا وسهلا بك اخي سلطان، خلينا نسمع رايك انت على الهواء. اهلا وسهلا. عبد الله من الموصل، عفوا عبد الله. عبد الله من الموصل. عليكم السلام. مرحبا اخي عبد الله تفضل. عليكم السلام تفضل عيني. اخو عزيز تحرير الموصل، احنا بالنسبه هاي الموصل اللي ساكنين بالموصل يحتاج الموصل ما عندهم اي مشكله، اذا كان شعبي واذا كان القوات العراقيه واذا كان مشمرز احنا ضد كل بس يحكون الموصل، لان يعني الاهالي مستهدفه داخل الموصل مثل كيف تسوي؟ بس اللي داخل الموصل الاهل ما يشتغل، العالم مستهدفه. فاحنا عندنا فرق بين النار وهذا. اريد القوات العراقيه تدخل تحرر الموصل. نعم. تسمعني؟ طيب. شكرا شكرا عيني عبد الله، اشكرك على الرغم من انه الصوت غير واضح مع جنابك يعني الحقيقه. المهم تسمعني عيني؟ عبد الله انا اشكرك جدا. ستار من كربلاء اهلا وسهلا بك اخي ستار، واسفين طبعا عبد الله من الموصل لرداءة الصوت يعني ربما. ستار من كربلاء عيني ستار تفضل. السلام عليكم. تحياتي. عليكم السلام يا اهلا وسهلا.
القضية باختصار شديد. الدستور العراقي واضح جدا على حكومة تقليم كردستان أن عهد بتنفيذ مفردات الدستور ورجوع إلى حدوث الطبيعية قبل 2003 أو على الأقل قبل 10/6/2014. هذا جانب. إلى جانب أنه الموصل عراقية لأنه هو عراقية يعني استغرب الحديث عن تقسيم وعن أقاليم وعن أقوية وعن كذا، ثم فلتحرر الموصل أو تحرر ليلة وضيف كامل، وبعد هذا ينظر أو تنظر الدولة في تطبيق الدستور أو عادية المدن أو الأقوية إلى كردستان أو غيرها. هذا جانب. ثم أشدد على قضية مهمة جدا، هو التناقض في سياسة حكومة قريم كردستان. يعني قبل سنوات ولا زلنا نشهد يعني تناقض شديد وجنوح نحو الانفصال. هذا التناقض برز بشكل كبير بالأمس زيارة السيد مسعود بالأمس، هي بدافع اقتصادي محض، يعني يريد أن يسدد رواتب الإقليم ويستخدم الحكومة المركزية حقيقة، ومن ثم يعود لأهدافه الواضحة جدا. شكرا جزيلا لكم. شكرا عيني. شكرا. هو يعني بما انتهى إليه الأخ ستار من كربلاء، يعني زيارة رئيس الإقليم كانت فقط لمناقشة الوضع الاقتصادي والرواتب، لو للتنسيق على تحرير المدينة. لا، أنا أعتقد مجمل القضايا، أولا يعني أكو ضغط على السيد مسعود. نعم. بدأ يشعر بقى منفردا يعني وحيد. نعم. في ظل تقاطع من الأحزاب الكردية، اتفاق بين اتحاد وتغيير، زيارة وفد من الاتحاد إلى بغداد، الاتفاق بطرسبورغ بين الروس وبين الأتراك. نعم. بالتالي كان يحتاج إلى العودة إلى بغداد. نعم. وبالتالي تحقق ما تحقق، يحمل ملفات، ملف الموصل، ملف الاقتصادي أيضا بمشكلة كبيرة، وملفات أخرى. يعني لا يمكن في زيارة لمدة ساعتين يجتمع مع رئيس وزراء أن تحل هذه الأمور. الاتفاق الرئيسي كان على موضوع الموصل، لكن هناك لجان أخرى تتفاعل، وأنا كنت أقول دائما إلى الآن ما هي الضمانات لتطبيق هذه الاتفاقات؟ نعم. ما هي الضمانات لما بعد الموصل؟ هل طيب القوات على الاتفاق ستعود إلى مناطقها اللي انطلقت من عندها؟ أنا أعتقد هذه المشكلة. دكتور، هل ترى أن عملية تحرير الموصل تأخرت يعني، أم أن الاستعدادات الحقيقة لعملية التحرير هي التي أخرت يعني الشروع بالعملية العسكرية لتحرير هذه المدينة؟ أستاذ أزمر، يعني حضرتك تعرف أنت اليوم تتقدم للموصل ومعركة وهي مركز ما تسمى بعاصمة الخلافة. نعم. وهي آخر معقل لداعش في العراق، ولديها عمق استراتيجي في منطقة الرقة. إذا ما تحرر الرمادي وما تحرر تكرية صلاح الدين. نعم. وما تحرر باتجاه كركوك، عمود تكون عندك 3 أرتال جاهزة لعملية الإحاطة والتطويق. نعم. لا يمكن أن تتم. القضية الثانية، حتى الموصل اليوم مثل ما حدث في الفلوجة والرمادي، التعليمات مشددة، الحفاظ على أرواح المدنيين هي القضية الأولى، والثانية الحفاظ على البنى التحتية. بلد محتاج إلى أموال، يعني اليوم إذا يضربون الجسر يتفلش الجسر لازم نحتاج أموال لبناء جسر، مدرسة، مركز صحي، مستشفى. لذلك هذا الأمر أيضا حتكون مسؤولية مضاعفة على القطاعات أثناء تقدمها. نعم. خلينا نسمع هيثم من أربيل. أهلا وسهلا بك أخي هيثم، خلينا نسمع رأيك. السلام عليكم أخي هيثم، أنت على الهواء. عليكم السلام. يا مرحبا عيني. تفضل. احنا ما عندنا اي مشكله، يعني اذا يجي الحج الشعبي اي تجمر بتشارك التحرير الموصل، يعني بس المهم يعني مثل ما يقول بس المهم تتحرر الموصل. يعني ثاني شيء، بس انا متاكد انه بس القوات تدخل شيء بسيط، اذا دخلت على الموصل انا متاكد ان الاهالي كلياتهم راح يصيروا مع يعني مع الجيش. يعني انا متاكد من هالشيء، لان العالم عميق تدمرت يعني كثير مره، حتى اللي يعني مثل ما يقول لا الحين عم يشتري بالكليات. يعني انا متاكد يلا اللي فاجع اللي صارت بدال الموصل ما صارت بالعراق كله. ان شاء الله يدخل الحج الشعبي وتدخل جيش مرقه وما عندنا اي مشكله. يعني الجيش العراقي هم فخر تاج على روسهم. يعني انت من الموصل اخي هيثم؟ انا من اربيل بس يعني بالموصل، يعني هلا حاليا انا بالموصل. ان شاء الله ان شاء الله. انا يعني طيب شكرا لك عيني، نشكرك. نعم. على راسي. اشكرك اخي، اشكرك. اشكر المشكورين. نعم. شكرا عيني، شكرا لاتصالك. يعني دكتور، يعني في ارجع لك يعني فيما يتعلق بمشاركه الحشد والبيشمركة، يعني يبدو ان دخول المدينه سوف يقتصر على القوات الجيش. نعم. والشرطه وجهاز مكافحه الارهاب. وجهاز مكافحه. نعم. الارهاب. نعم. طيب هنا نتحدث عن دور الحشد والبيشمركة. نعم. راح يسوون شيء؟ نعم. يعني اكيد. نعم. هم كلهم عندهم واجبات، يعني فلوجه الحشد ما دخل بها. نعم. لكن كانت عمليه التطويق وعمليات كانت مهمه
تطهير المناطق المحيطة وصولا إلى الفلوجة، ولو كان العملية تحتاج دخول حشد لدخل. نفس الشيء اليوم البيشمركة والحشد الشعبي عندهم عمليات وفق المعلومات أنه لن يدخلوا إلى المدينة في عملية الاقتحام، لكن إذا احتاجتهم القيادة العسكرية والقائد عن القوات المسلحة سيصدر أوامره إلى الحشد في الجهة الشرقية وإلى العفو إلى البيشمركة وإلى الحشد في الجهة الجنوبية والغربية بالدخول. نتمنى أن الأمور يكتفي بها جهاز مكافحة الإرهاب. وأيضا أنبه على قضية، يمكن اليوم أنتم أخذتوا اتصالات من كل المحافظات، نعم. شفنا الموصل اليوم هم المواطن العراقي أن يرجع لبيته، صحيح. يعني اليوم هاي النازحين اللي صارهم سنتين يريد يرجع وما عنده مشكلة، تعايش سلمي المسيحي والأيزيدي والتركماني. وملاحظة جدا مهمة، أنا سمعت بعض السياسيين إحنا نريد يصير محافظ مسيحي أو أيزيدي، يا بالمحافظ خلي يصير من أي مكون. لحسأل سؤال، المحافظ الشيعي الموجود في محافظة شيعية سوى المحافظته، والمحافظ السني المحافظة السنية سوى المحافظته، نفس المشكلة ونفس الصراع ونفس القضية. فهذا الأمر ترى ما بي مشكلة، الموصل مدينة مكونات، ليحكم من يحكم بها، لكن من هو الذي يستطيع أن يقدم خدمات إلى الناس؟ كيف يستطيع أن يحافظ على وحدة العراق؟ وشون يقدر يتفاعل مع الناس الموجودين؟ نعم. طيب توفيق عاود بين الاتصال من واشنطن مجددا، اهلا وسهلا بك اخي توفيق، يعني نسمع رايك، يبدو ان لديك تعقيب او شيء من هالقبيل. اهلا وسهلا، تحيه لك والضيف الكريم الدكتور. اخي الكريم، قضيه الموصل وسقوطها مو مساله تخص الجيش لوحده، يعني مليارات الدولارات سلمت الى داعش، انفس ازهقت في الموصل وفي تكريت وبعدين سقوط الرمادي. ما مو هاي المسألة ما تخص الجيش ومحكمة عسكرية فقط، وفي كل القوانين والمحاكمات إذا استحدثت معلومات جديدة تعاد المحكمة. فلماذا ما كانت المحكمة العسكرية محكمة شفافة بالتلفزيون وتعرض على الناس، الشعب العراقي يشوفها والمسؤولين المقصرين يأخذون حقهم وجزائهم العادل؟ طيب هذا من جهة. من جهة أخرى، مجلس النواب كان يطر قانون محاكمة خاصة يسوي مثل محكمة صدام حسين ورجال العهد السابق، ليش التحكيم هذا؟ هذا كل ما في الموضوع هذا أنه هذه خيانة للشعب، هذا التحكيم على الموصل خيانة، وتأخير المحكمة وعدم إجراءها بشكل علني أيضا خيانة أخرى. يمكن الغاية من عندها يخلون الشعب العراقي والعراق في دوامة وفي حرب مستمرة من داعش إلى غير جيران، من القاعدة للزرقاوي إلى داعش، ومن يعرف إسرائيل بعد؟ إحنا نريد نعرف الحقيقة. ولحد الآن نعم. الشعب يستنزف أموال في هذه الحرب الآن. طيب أخي توفيق، أنا أشكرك جدا، أشكرك، نعم شكرا عيني لك، أشكرك جدا. دكتور أرجع لك أيضا، يعني حول ما ذكر الأخ توفيق، يعني توفيق يعني هو يدعو إلى أن تكون هناك وضوح فيما يتعلق بمحاسبة المعنيين عن سقوط الموصل، تكون محاسبة حقيقية، وهذا ما تحقق. يعني خلي أكون صريح، نعم. يمكن اليوم من المستحيل أن تصير هاي القضية في هذا الوقت، ليش؟ نعم. إحنا بدنا ندور توافق سياسي عم ندخل لمعركة الموصل، نعم. والتوافق يعني يبدو صعب، لكن بيه بوادر خير بزيارة السيد مسعود، نعم. اجتماع مع أطراف أخرى. الأمر اللي قال الأستاذ واقع، يعني المحكمة موضوعة الموصل والتكريت والرمادي ليست عسكرية، فيها جنبة سياسية وفيها شخصيات سياسية، وبالتالي يبدو أن التوافق هو اللي أدى على عدم الإعلان عن النتائج، وهي ربما بعد تحرير الموصل أن تكون هناك مطالبات والبرلمان يصدى لهذا الموضوع. نعم. عبد الله من السويد عاود بين الاتصال وانقطع قبل قليل اتصاله، والحقيقة أهلا وسهلا بك أخي عبد الله، تفضل أنت على الهواء مباشرة. السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. عيني عبد الله، ما هي إشكال على تحرير محافظة نينوى إذا كان قوات الحشد الشعبي، نعم. أو إذا الجيش العراقي أو الجيش مرقى؟ احنا نريد تحرير محافظة نينوى بأسرع وقت. نعم نعم. ولكن العوائل تمددت، يعني العوائل داخل الموصل، داخل قضاء تل احفر، اطراف الموصل، اطراف تل احفر، العالم يعني قاعدة تقيا، ما عدا عشا تاكل الطحين، او يشتروا بدي ليش الكيل، والعالم صار سينما.
أنا ما عاد أعيش إذا كان من يكون حرر الموصل بس. طيب. تركيا تركيا تدخل بال. نعم. عبد الله أنا أشكرك جدا وأشكر اتصالك وأعتذر لضيق الوقت. إذن الآن نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم جديد أحبتي الكرام. اليوم نتحدث عن مشاركة الحشد وقوات البيشمركة في تحرير مدينة الموصل، ويسرني أن نرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور واثق الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور من جديد. طبعا دكتور قبل أن أرجع لك الحقيقة نروح إلى آراء المواطنين. الحقيقة كاميرا البرنامج رصدت آراء المواطنين، دعونا نتابع يعني بعض من هذه الآراء ثم نعود إليكم قبل الحوار. والله البيشمركة مو ذاك الاطمئنان بانه الشارك في اول الشارك، لان ارائهم غير ثابته، اراء متباينه. فاحنا نطلب من الحكومه العراقيه مشاركه الجيش العراقي والحشد الشعبي في ردع الارهاب وتحرير الموصل. نؤيد انه يشارك الحشد الشعبي وقوات البيشمركة بتحرير الموصل، إن هي قوات عراقية وتدعم القوات العسكرية الموجودة في لحفظ النظام في العراق ومدينة الموصل. هو الجيش أكيد قادر، يعني أكيد قادر، لأن يعني الجيش أكيد دولة أكيد قادر، بس الإضافات اللي إلها اللي هي الفصائل الحشد أو البيشمركة تكون إضافة قوية للجيش، يعني مساعدة، مو إلا شرط تكون تحرر واحدها أو مساعدة مع الجيش، يعني تحت راية العلم العراقي. هو الأفضل أن ما يدخل داخل المدينة، أفضل أن على مود لا تثار التهم والشبهات نفس اللي أثيرت في معركة تكرير. شكرا لآرائكم طبعا اللي الآن عرضناها. ودكتور قبل أن أرجع لك الحقيقة، أم منتظر من البصرة أهلا وسهلا بيك. أم منتظر خلينا نسمع رأيك بشأن مشاركة الحشد والبيشمركة في معركة تحرير الموصل. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا من المؤيدين مشاركة الحشد ويا البيشمركة، لأن هو كل عراق واحد، يعني من شمال الجنوب هو عراق واحد، وطبعا داعش هو مبرر العراق من عنده كله. الحمد لله والشكر هسه احنا بالوصرة والمناطق الوسطى والجنوبية ما دخل لنا داعش، صحيح، بس لو ما الحشد كان دخل لنا داعش، والمناطق هاي الغربية وبالنسبة يعني الأنبار وغيرها وغيرها، زين، وصعد للموصل طبعا هم كردستان كان 100% دخلت لها داعش، صح لو غلط 100% وقريبة كلش عليها، بس الحمد لله يعني لو ما الحشد وفتوى السيد المرجعية ولو ما هم كان ما قضوا على هذول الجرذان العصر الصراحة، يعني ما أعرف شنو أسميهم، لأن هم يعني قوم يعني همج يعني يمكن يزقدنا قرينا بالتاريخ ما شفنا هيك قوم، يعني من تخلف من شذوذ من كل شيء من كفر، يعني هم مو بشر طبيعي حتى، زين، وطبعا اكو دول اضمى دعمتهم وهاي وهذا كله احنا ندري به. فاحنا شو نقول انه الحشد المنتظر العراقي الحمد لله هم وطبعا هواي من ولدنا الشباب الصغار الحلوين راحوا في دول تراب المنتظر، فلذلك لازم كردستان ايضا تقدم تضحيات ولازم يشاركون البشر. شكرا. نعم احنا نشكرك عيني منتظر، شكرا لك. بهاء من بغداد اهلا وسهلا بك اخي بهاء، تفضل خلينا نسمع رايك وباختصار لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا عيني. عليكم السلام، تفضل عيني بهاء. ان شاء الله كذا الحشد الشعبي من كافه المكونات الشعبيه العراقي، لانه مشاركه الحشد بالبيت مونكي والطبق القائد عام القوات المسلحة ضمن
الحكومة الاتحادية وارجو ان نبعد الصراع السياسي عن الصراع العسكري في معركة الموصل. نعم يعني شكرا عني. نعم. نشكرك اخي بهاء الشيخ طلال السعدي. شكرا عني. اشكرك جدا اخي بهاء. شكرا الشيخ طلال السعدي من بغداد. عيني تفضل اخي طلال واختصار شيخ طلال لو سمحت. السلام عليكم اخي العزيز ولقناتكم الموقره ولضيفكم الدكتور. عليكم السلام يا اهلا وسهلا. شكرا لك. يدور حول سقوط الموصل وما راودها والان هناك استعداد لشن حمله لتطهير المدينه، لكن انا اقول عندما يتحدثون الموصل لم تسقط. نعم. هذه نقطة أولى، الموصل لم تسقط لأنه لم يحدث هناك قتال. الموصل سلمت على طبق من ذهب. يعني هناك أياد مع داعش مشتركة ولحد الآن لم نعرف سنتين تقريبا لم نعرف من هو المسبب، والقضاء العراقي لم يحرك ساكنا لحد الآن. أما بالنسبة لمشاركة الحج الشعبي، هناك صيحات من أناس هم مشاركون في تسليم الموصل وكأنما هم يظهرون بمظهر البطل والمقاتل المحرر عن الموصل. أما مشاركة الحج الشعبي والبيشمركة هذا حق مشروع لأنه عراقيين، لكن أنا أقول أنه يشترك الحج الشعبي بمسمى آخر تحت مظلة القيادة العسكرية إذا أرادوا أن يحرروا بلدهم، ليس مسميات وإنما تحرير مدينة عراقية. طيب. بيد داعش، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المدينة بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. شكرا شكرا شيخ طلال، أشكرك جدا. دكتور أنا تعطلت عليك آسف، بس أخذ اتصال أم علي من بغداد وأرجع لك. يعني أم علي تفضلي عيني، أهلا وسهلا بيك. السلام عليكم، تحية لحضرتك وضيفك الكريم. أنا مع مشاركة. عليكم السلام يا مرحبا، أهلا وسهلا. الحج الشعبي والبشمركة بس أن تكون بأمرة الجيش العراقي وتكون تحت القيادة العراقية حتى تكون طريقة نظامية وقانونية وما تكال اتهامات وتصير خروقات. بس أنا أستغرب من المسؤولين بالحكومة ومجلس النواب يدعون دول العالم للمساعدة، إذا هم ما يدرون يديرون ليش قاعدين على الكراسي؟ يعني إذا يدخل حرامي ببيتي أنا ما صيح جيران يجي يطلع لي أقل عبيدي. فيعني أثبتت الحكومة أعضاء الحكومة والمسؤولين ومجلس النواب إنهم غير قادرين على تحرير شبر من الأرض، والفضل يعود للقيادة العسكرية للجيش وقوات الأمن. طبعا الموصل أرض عراقية، كل من يشارك خلي يشارك بس ما يكون بكيفة يفوت ويطلع تحت أمرة الجيش. وألف شكر لمنبرك هذا الرائع. شكرا لك. شكرا أم علي الله يحفظك. أرجع لك دكتور إذا كان لديك تعليق حول ما ذكره الأخوة. أريد أسألك، الموصل آخر معاقل تنظيم داعش الكبيرة في العراق، هل يعني طرد داعش من المدينة الخلاص منه بشكل نهائي؟ لا أبدا، يعني سؤالك جدا مهم. يعني وفق للمعلومات والخبراء الإرهاب عندما ينتهي، يعني اليوم العالم قرر أنه داعش عسكريا فكريا، نعم، لكن عندما نحرر الموصل ونطرد داعش الأفكار الإرهابية تحتاج إلى 3 سنوات حتى نتخلص منها. أنا دائما أقول ماذا بعد الموصل؟ يعني نعم. تنظيم داعش الإرهابي وزع في المناهج الدراسية غسل عقول أطفال شباب، كيف تدخل الجنة، كيف تقتل الآخر. هذه الأفكار نحتاج إلى استراتيجية تربية، تعليم العالي، منظمات المجتمع المدني، بث روح المواطنة، التسامح، المحبة. هاي قضية حتى نستطيع أن نغسل عقول هؤلاء الشباب الموجودين، وهي عملية لا تقل خطورة عن القتال في هذا الاتجاه. الأخوة اللي سألوا، يعني أكد لكم أنه بالنسبة للقيادة ستكون قيادة عسكرية عراقية، والعالم يسند العراق لأنه العالم بدأ يستشعر بخطر داعش، الخلايا الناعمة الموجودة في كل مكان، التفجيرات اللي موجودة، والعراق يحتاج الجيش، الحشد، البيشمركة، كلها ستكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. نعم دكتور، البعض يرى بأن عملية تحرير مدينة الموصل ليست بالمشكلة الكبيرة، بل الأمر يرتبط بشكل وأسلوب إدارة المدينة بعد عملية التحرير. يعني أنا دائما أقول أنه إحنا ما عندنا مشكلة بدخول الموصل وماكو مشكلة بالتحرير على الإطلاق. نعم. كل مخاوفنا ما بعد الموصل، يعني ربما الباحة الرسائل كانت مطمنة، يعني احنا نخاف بعد التحرير تبدي عمليات قتل، تصفية حسابات، سيطرة. نعم. على الأرض، تغيير. طيب. ديموغرافي للسكان. نعم. هذه الأمور أنا أعتقد اليوم الباحة كانوا اجتماعات. نعم. معمقة بهذا الاتجاه. شكرا لك دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات. شكرا لكم أحبتي أنتم، وإلى اللقاء.